تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة في نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتهنئته للمعاهد المتفوقة، كما كرم المتميزين من المعاهد التعليمية الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى مشيدا بالكفاءة العالية والأداء المتميز الذي وصلت إليه تلك المعاهد والتي تؤهلهم لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين على دعم مسيرة العمل والتطوير داخل القوات المسلحة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لعدد من أجنحة المعهد والمنشآت التعليمية للاطمئنان على العملية التعليمية التي تم تطويرها وتحديثها وفقا لأحدث النظم العلمية. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.